نسألك اللهم في ختام هذا الشهر الكريم أن تنزل علينا رحمة من رحماتك تجلو بها سواد قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتهدي به ضالنا وتقبل بها تائبنا وتجبر بها كسر قلوبنا. اللهم هذا شهر رمضان قد ودعنا، فاجعلنا من الذين تابوا توبة نصوحة، واجعل لنا نصيبا من العفو والعافية والعتق من النيران. اللهم يا من يتوب على من تاب، يا مسبب الأسباب، اقبل في هذه الليلة توباتنا، واغسل ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا رب لا ترد دعاءنا، نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء إليك. حقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا، وأعد علينا شهر رمضان سنين عديدة وعواما مديدة، لا فاقدين ولا مفقودين، بفضلك يا مجيب السائلين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.